صباحكم ورد وياسمين مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في الحلقة الجديدة من برنامج كيف الحال. غنتكلموا من خلال اليوم على العاطفة، على الوجدان، ولكن غنتكلموا بالذات على المسؤولية العاطفية والمسؤولية الوجدانية اللي تتكون عندنا أحيانا واللي تخصنا نوعو بها باش نفهموا تصرفات الآخرين معنا. هذا الشيء اللي غادي تشرح لنا اليوم كوتش ربيعة غرباوي. صباح الخير ربيعة. صباح الخير عزيزة. من المواضيع معك أننا كنديروا واحد يعني كنحاولوا نتعرفوا على الذات ديالنا، ولكن أكثر من التعرف على الذات بل كن يعني كنتعلموا نتحملوا مسؤولية بعض الأشياء اللي تتصدر عن حتى عن الآخرين، يعني بعض الأشياء اللي كنعيشوها، بعض الوضعيات اللي بعض المرات غير مريحة، وكنبقاو نتسائلوا علاش هذاك الشخص تصرف معايا بحال هكذا، علاش أنا لقيت راسي داير بحال هكذا، علاش أنا ما درتش هادي، ألوغ كيكون عندنا حنا واحد طرف ديال المسؤولية في كل ما يعني يقع لينا هكذا، وحتى في تصرفات الناس معنا. حتى في تصرفات الناس معنا، لان اغلبيه الاحيان حنا كنحملوا المسؤوليه كلها 100% للاخرين. يعني ما تنقسموش حتى المسؤوليه، ما تنقولوش حتى 50% ديالي و 50% ديالو، ولكن دائما تلعبوا دور الضحيه، ودائما حنا اللي حاقرين علينا، ودائما حنا اللي تعداو علينا، ودائما هذاك السيد تعامل بواحد الطريقه اللي هي ماشي مزيانه لينا، وكنبقاو دائما تنشوفوا الاخر بانه هو اللي غلط. دونك الحقيقه هي اي حاجه واي تصرف كان في النطاق اللي حنا عايشين فيه فهو بحال الصدى، فهو بحال واحد ليكو صدى الحويجات اللي حنا عندنا. مثلا عزيزه، الا كان فيك شي جرح، تخيلوا فيك جرح ونقصتك بيدي ذاك الجرح، واش يدي اللي غتحرقك ولا الجرح اللي حرقك؟ الجرح. الجرح اللي تحرقك، ولكن غتحملي لي انت المسؤوليه. نعم. اليد ديالي. نعم. لوك المسؤوليه الحقيقيه هي عندك في هذاك الجرح. لان الا قصتك في جهه واحده اخرى ما غتحس بحتى شي حاجه. تمام. ما غتحس بحتى شي الم. فاحنا في العلاقات ديالنا هزين بزاف الجروح اللي هي ما تتبانش، وكنتالموا كل واحد في ما قصنا في البلاصه اللي قصنا فيها عندنا واحد في الجرح تنتألموا. فاش تنتألموا تنقولوا هذاك السيد هو اللي مسؤول على هذا الالم ديالنا. دونك خصنا نرجعوا للالم. الا قصتك وحسيتي بالم خصك تمشي تداوي هذاك الجرح. نعم. تعرف شنو هو السبب ديالو، تمشي دير الدواء اللي خصو، اكثر ما انك تقول انت اللي مسؤوله، انت اللي قصتيني فيه وانت اللي اديتيني. الو على ارض الواقع هنا، مثلا في السلوكات اليوميه ديالنا مع الناس بزاف ديال التصرفات ما تعجبوناش، وتنقولوا هذاك الشخص ما تعاملش معايا مزيان، هذاك الشخص عنده طاقه سلبيه، هذاك الشخص ما كيهضرش مزيان ولا غير مهذب ولا ما عطانيش القيمه اللي نستحق ولا اساء التقدير ديالي الى غير ذلك. واش هذا الشيء كله يعني تيصدر منا حنا؟ واش حنا السبب في كل تصرفات ناس معنا كمان؟ احنا عندنا واحد النسبه مئويه، لان الا كان كيف ما كنقولوا نقدر نكون انا درت واحد التصرف اللي هو صائب، ويمكن يكون انسان ما مزيانش تصرف معايا بواحد الطريقه اللي هي ما كنتش كنتضحها. بين قوسين. قوسين يعني ما كاينش انسان ما مزيانش، يعني بواحد الطريقه اللي ماشي صعيبه. ما مزيانش معايا. معايا معايا ماشي طريقه اللي هي صعيبه. فهنا يمكن لي نقول عزيزه بان عندنا واحد المسؤوليه اللي هي بواحد النسبه غير متوازنه، يمكن هو مسؤول 80% اكثر من انا 20%. نعم. ولكن ما نساوش المسؤوليه دائما كاينه. 20% فهي مسؤوليه، وإلا خدمت على 20% فانا غنبدل بزاف ديال المواقف في الحياه ديالي. لان الا بدلت غير 1% كنبدل الحياه كلها اللي دايره بيا انا عزيزه. نفسنا فواقعنا يتغير، وكنبداو بتحمل المسؤوليه ديال الاحساس ديالنا. ونردو شويه كيف ما كتقول دائما هذه الصوره كتعجبني، الكاميرا للداخل ديالنا، لان حتى حنا يمكننا كنكونوا كناديو الناس الاخرين في الاحاسيس ديالهم. فاش كنتشبت في الراي ديالي مثلا عزيزه، فتناديك تنجرحك. ملي تنبغي مثلا بعض المرات تكون واحد السيطره على الموضوع اللي انايا مثلا كنتناولو معاك، فهنا كاين تاهي كاين واحد المساله اللي نقدر انني نكون جرحتك بها وما خليتلكش الحريه مثلا ديال التعبير. ملي تنقول لك عاوتاني تندخل لدور الضحيه فانا تناديك، فهنا خاص ولا بد دائما اللي تيلعب بدور الضحيه تيقول انا راه ما تناديش الناس الاخرين. نعم. انا اللي مسكين واقع لي وعايش بواحد الطريقه اللي هي ما مزياناش. الوغ كو هذاك اللي تيلعب دور الضحيه فهو الاول اللي كيأدي الناس الاخرين. لقينا واحد النهار على العلاقات سامه.
تماما. فهنا كنربط شكا وضحيه وكيحملك المسؤوليه انت ديال الاحساس جدا. الوغ هو تيحس براسه راه هو اللي مسكين وقع له شي حاجه اللي غير طبيعيه، ولكن هو تيادي وليداته، تيادي نفسه معلوم الزوج ديالو ولا كان مزوج الاصدقاء ديالو. فهنا كنرجعوا هنا في ترجع تحمل المسؤوليه. الا فكرت في راسي وقلت انا براسي كيفاش تنادي الناس، ما لابد ما غتلقى بواحد الطريقه غير مباشره كتادي الناس اللي انت عايش معاهم. هنا كنتحمل المسؤوليه ديالي، وهنا خاصني نرجع. هي بدايه الوعي، هي بدايه الوعي. وحاجه اللي حنا تنقدو نسيطرو عليها السلوك ديالنا، ليزاتيتيود ديالنا. واش عايز نبدل الناس؟ ما يمكنليش. واش انا غنبدل المواقف؟ ما يمكنليش. واش انا غنبدل الظروف؟ ما يمكنليش. واش انا عايشه مع واحد الناس مثلا اللي هما واحد الناس عندهم واحد الطاقة اللي ما كتناسبنيش، بدلهم ما يمكن ليش. شنو يمكن لي نبدل؟ السلوك ديالي. والسلوك عندها ارتباط وطيد مع الشعور ديالي والمسؤولية بالإحساس ديالي. لا كنت انا غندخل لواحد مثلا عند ناس وانا هذاك الناس كنعرفهم عندهم واحد الطاقه خصني نتعامل معاهم، ولكن الطاقه ديالو ما كتناسبنيش. اذا واش انا غادي نمشي ندخل عندهم ونقول لهم طاقتكم ما كتناسبنيش وانتم مسؤولين على هذا الشيء اللي واقع لي وانا داخله عندكم ومعصبه وانتم السبب؟ شنو ندير مثلا كإنسان عاقل كإنسان عاقل بهذا الشيء؟ خاصني نبدل السلوك ديالي، خاصني نسمع الاحاسيس ديالي. انا غادي عند دوك الناس باش كنحس بالخوف بارتباك، فكنسمع لهذوك الاحاسيس ديالي وتنقول دابا خاصني ندخل. شنو هي السلوك اللي خاصني ندخل بهم؟ ندخل باتزان، ندخل بثقه، نبدل الرؤيه ديالي، ندخل بواحد، لان حتى الجسد ديالنا لا بوستور ديالنا الجسد ديالنا حتى هو كيعبر على النفسيه ديالنا. دونك خاصني ندخل بواحد النفسيه اللي هي فيها مرتاحه. دونك كنبدل التغيير من الخارج، لان التغيير ما كيجيش دائما من الداخل. هكذاك ماشي، ولا بد من الخارج. مثلا مثلا الى قديت الوقفه فهنا علميا كيتوضح لنا ومبرهن علميا. الى قديت الوقفه ديالي فالهرمونات ديال الثقه في النفس كتطلع، لان الدماغ ديالنا هو عنده ارتباط مع لا بوستور ديالنا، مع طريقه الجلوس ديالنا، طريقه الوقوف، كيفاش تنهضروا، كيفاش تنبيو. علاش دائما كنشوفوها مثلا عند لي سبورتيف، عند الرياضيين ملي كيكونوا داخلين لشي كومبيتيسيون، فدائما كياخذوا واحد لا بوستور الكوتش ديالهم. شوفوها في البوكس كيفاش كيشوف واحد في الاخر في العين ديالو، كيفاش كيوقف واحد الوقفه ديال الثقه، ما كيدخلش حاني راسو. حتى المساله ديال النظر في عين الاخر بعض المرات كتهبط من مستوى الخوف، من مستوى الخوف، لان كتعطي واحد الرساله للعقل ديالك بان كلشي مزيان، فكتبدل نشوف هذا الشخص قادر، ما كاينش مشكل مع هذا الشخص. اذا السلوك ديالنا التغيير تيجي من الخارج للداخل ومن الداخل للخارج. الا بقيت دائما كنتسنى نتبدل حتى الداخل ديالي يتبدل، فعمري ما غادي نتغير. مثلا كاينين الناس اللي تيكونوا عندهم واحد الازعاج ولا تيديروا غير الموسيقى، المزاج ديالك تيتبدل. اذا من الخارج الى الداخل، ومن الداخل عاود للخارج، ومن الداخل للخارج. هذه نوع من انواع المسؤوليات اللي نقدروا ندويو على مسؤوليات واحد اخرى اللي عندها، اللي فيها دي زيكزارسيس بحال اللي عطيتي دابا. مثلا قضيه لا بوستور، كيفاش الانسان غادي نعطي دي زيكزارسيس، الجلوس، النظر في عينين الاخر الى غير ذلك. هذه دي زيكزارسيس بالفم ديالنا نقدروا نديروهم باش نبدلوا المزاج ديالنا. هادشي انتريسون. في الراديو جيبوا معكم واحد القلم او ستيلو غنديروا لك زيكزارسيس. عندنا ستيلو في العشيه، دونك هاد العشيه هذه مشاهدينا جيبوا معكم قلم وستيلو كيف ما قالت كوتش ربيعه غرباوي، وغادي ناخذوا هاد المجموعه ديال التمارين اللي غتعطينا اكثر ثقه في النفس، ولكن كذلك بعض الافكار باش نتحملوا المسؤوليه ديال العواطف ديالنا وديال بعض الاحاسيس ديالنا هكا اللي كتكون احيانا مزعجه. من جوج حتى لاربعه اذا نتلاقاو حنا وياكم مباشره على امواج راديو دوزام. شكرا لكم والى اللقاء.